خلينا نروح معاك لباتريس كارتيرون، وانت اشتغلت مع باتريس كارتيرون في النادي الاهلي. كارتيرون لم يوفق مع النادي الاهلي لظروف انا شايفها في غايه الصعوبه. عايز اكلمك انت بقى على مرحله ما قبل كارتيرون محمد يوسف لوحده. مع كارتيرون الامل يتصاعد للبطوله الافريقيه، ثم الخساره، ثم الخروج من البطوله العربيه. ازاي الدنيا مشت ورايك في كارتيرون؟ هو الموسم ده انا بدات فتره الاعداد، كابتن خطيب كلفني ان انا ابدا فتره الاعداد، لان كان ساعتها ما كناش لسه تم التعاقد مع مدير فني اجنبي. نعم. وبعد كده تم التعاقد مع كارتيرون، فجي كمل بقى فتره الاعداد ودخل. نعم. على المباراه الوديه، وعملنا معسكر اعداد في كرواتيا. كنت انا مكلف بمدرب عام وقائم بعمل مدير كوره، ومشينا بالفريق. طبعا كان يعني خدنا الفرقه، كان الفرقه تقريبا هي في اخر المجموعه في افريقيا. نعم مظبوط، مركزنا كان الاخير. كان حسام البدري المدرب ساعتها، كابتن حسام. كابتن حسام كان اتعادل مع الترجي هنا وخسر. على ما اتذكر، مش متذكر، بس كانت فرقه في افريقيا، تاونشيب رولرز على ما اعتقد يعني. فمشينا طبعا، خدنا الاربع مباريات الباقيين فوز، وتصدرنا المجموعه ووصلنا زي ما حضرتك قلت كده لنهائي افريقيا. طبعا ما حصلش توفيق، ظروف المباراه النهائيه وما يعني شبهها بقى من الـ 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 الاحداث اللي حصلت في برج العرب، احداث كانت كتيره جدا، والفار والراجل رجع وقفوا ازار وشتموا الراجل يعني. برضو الاتحاد الافريقي انه يعني الاول مره يطلع بيان بيتهم مدير فني بين المباراتين. نعم. في الاسبوع ان نعم. كارتيرون. الحاجات دي كلها اثرت. لما رحنا طبعا هناك برضو كانت احداث جديده على مجموعه كبيره جدا. مزبوط. من اللاعبين الولاد برضو ما كانش عندهم طبعا خبرات. طبعا انت يعني. كان معانا حوالي 8-9 لاعبين. نعم. بتتكلم يعني كان فتحي. يعني لو نتكلم فتحي شريف اكرامي. كان الشناوي بيلعب، كان فتحي شريف اكرامي وليد سليمان عاشور. هم اللي لعبوا في الاجواء دي. ترجي في استاد رادوس مش سهل، مش يعني ما هوش فريق صغير، وبالتالي كانت تجربه جديده على مجموعه كبيره من اللاعبين. وما حصلش نصيب طبعا، بالاضافه بقى لضرب الطوب اللي دخلنا بيه واصابه هشام محمد، كل ده عمل رهبه للعيبه. نعم. قبل ما تخش الملعب. ثم بعد ذلك كان بفتره صغيره قوي، يمكن اتعد تقريبا اسبوع رحنا لعبنا مباراه العوده مع الوصل الاماراتي، وكان الاهلي متقدم، كنا كسبانين. من خطا طبعا. لكن في النهايه الهدف جه وتعادلنا 1-1 وخرجنا من البطوله العربيه. وكان قرار الاداره يعني كارتيرون يتم اقالته، وتوليت انا مسؤوليه مؤقته. نعم. لحين تعاقد مع جهاز فني اجنبي، وجي بقى مستر لاسارتي كملت معاه مدرب عام يعني. انا تقييمي يعني، انا طبعا مش في مكان ان انا قايم كارتيرون. احنا في النادي الاهلي بس اشتغلت معاه. انا اشتغلت معاه. هو مدير فني محترم جدا. راجل اخلاق جدا، راجل بيدي ادوار للمعاونين بتوعه، وفي نفس الوقت كمان هو عنده حته نفسيه، بيتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي جيد. كويس. جدا جيد. جدا. بذل مجهود كبير جدا مع الفريق، لكن كان عنده ظروف برضو. الاصابات كانت كتيره، ودي اثرت في اختياراته يعني. احنا مثلا مباراه الترجي هناك بتلعب من غير علي معلول، بتلعب من غير احمد فتحي، بتلعب من غير وليد ازارو. ادي ثلاث عناصر بس، باكين وراس حربه. يعني مؤثرين في الفرقه. ياخدوا لك ده تلت الفرقه، فممكن ياخدوا لك الفرقه في حته ثانيه. فالاصابات كانت بزياده شويه. بالاضافه اللي بعديها التعاقدات برضو اللي اتعملت في يناير خدت الفرقه في حته ثانيه. طبعا تانية. مش عايز الكلام. مع احترامي بقى. نعم. لاي مدير فني ماسك يعني. نعم. يعني برضو النادي الاهلي لابد ان نعترف، نادي بيصنع اللاعبين، بيصنع المدربين. نعم. بيساعد المدربين وبيصنعهم، وكذلك بيساعد اللاعبين. مش بدليل ان انت بتروح تشتري اللاعب من. نعم. مع احترامي لاي نادي ممكن بيبقى هو 7/10 8/10، لما بيجي النادي الاهلي بتبص تلاقي عالي. ده صحيح. وتوهج، لانه مجموعه كبيره ومميزه بيلعبوا معاه، وبيبقى ايه وطبعا لما بيبقى بيلعب جنبيه مميزين، وبالتالي هو بيتميز كمان. بس ادي ده دي الفتره. وبعد كده جه بقى لاسارتي